مراكش بالغ 955 مليون ديال الدرهم. كنشوفوا عندنا مشاريع مهيكله، عندنا الوجهه، عندنا دار الطبخ، عندنا الاحياء الصناعيه في مختلف المناطق. الا خدينا كل عماله عندنا فيها مشاريع. الوقت اللي كنشوف عمالات لن تستفيد بعد من مشاريع ثمانيه في القطاع. اخو سمير كيف تماره؟ اسمع كنشوف الساعه ما تماره ما فيها والو. الوقت اللي كنشوفوا عندنا واحد العدد كبير ديال الوليدات كيتكونوا في التدرج. الوقت اللي كاين عندنا برامج مهيكله كبيره. انا كوز كممثل الوزاره اتاسف، انا اتاسف من هنا. لحد الان دوزنا ساعه ونص باقي ما ناقشناش نقطه واحده كتهم هاد الالاف ديال الصناع العالمي. كنتناقشوا في اشياء انا بالنسبه ليا كممثل الوزاره وتحمل مسؤولياتي لا تفيد الصانع في شيء. وحرام علينا الطريقه حاسبها كاملين. الوقت اللي ولجا مشروع مهيكل قدو قداش ما كنهضروش عليه. الوقت اللي في قناه راه عندنا مشاريع ديال القطب، عندنا مشاريع ديال اليوم سوق الاربع فاتحه الاضرفه الخاصه بجوج ديال المشاريع. كل عمل عندنا فيها مشروع وكنعرفوا اننا نديروا تنميه شامله لهذه الجهه هذه. كنظن ما يمكنليش انا كممثل الوزراء نمشي نقطع الوزيره ديالي ونقول لها المقترحات اللي خرج فيها من الدور. وانا سي الرئيس تسمح لي راه غادي وغنسمح لي ملي نقطع هذا في هذه الجهه. شكرا سي المحكوم سي المحكوم ما اشكر لكم ما اسف ولكن ما كاينش ما اسف.